مش مثل السنيورة اه ولا ايش ولا لا مسيحي ولا مسلم، مثل السنيورة رجل دولي. ما اللي انا عمري 84 سنة ما ايش على لبنان، وهم ايش واحد يحكم لبنان مثل السنيورة؟ مين بيطلع كان مع راس مع الاخ والمنيوكي نصر الله؟ ما في الا السنيورة. كفيلنا اعصاب قوية. شو بدك؟ انا خلينا السنيورة والحريري بس. ما بعرف ولا بيعرفني بس انا ما انا انا ما ابن ما انا ابن انا وطني انا زلمه، ما حدا عم يخدم البلد مثله. هو ابو الحريري بقى كله زعبره. البرج كنيسي لو بعضه صاحب سلام وعبد الله اليافي، البرج هيشي كان كله شرادين. عمل لك بلد الحريري وجاب احسن اشخاص. الحريري جاب لك السنيوره، جاب لك باسل الفليحان، جاب لك هوليك هوليك الكتائب بقيوا 60 سنة بقينا على جوزيف شادر وايضا الاير لويس ابو شرف. طب برايك لا اختلوا لا اختلوا لانه نعتريت لانه نعتريت الحريري رجل دولة. عقدهم الحريري. هلا اليوم المسيحية معقدين مثل ما كانوا السنية قبل ال 75. قبل ال 75 السنية كانت معقدة، اليوم المسيحية معقدة، لحين لهيدا الايرني شلون؟ طيب برأيك لو كان بعده لو كان بعده الحريري اليوم شو كان عمل؟ يا خيباته السنيورة مثل ما بقولوا ما مقصر السنيورة. نخبة الحرير السنيورة، نخبة الحريري. برأيك اليوم اليوم الحريري الحريري بيكون مبسوط إذا عم يشوف لبنان؟ كيف يعني؟ شو بتقصد بهالسؤال؟ يعني لو هو بعده عايش اليوم شو كان غير؟ كنا وصلنا لهون؟ ما كان قدر غير اكثر من هيك. السنيوره ماشي مزبوط، السنيوره كانه الحريري رجل دولة. السنيوره اعصاب قويه، اعصاب فليز. ما اجينا خيو غير بالسنيه كلهم عبد الله اليافي وصائم السن. هيدا بضاعه هيدا برايك قدرنيها عبد الله اليافي. برايك شو اهم انجازاته للسنيوره؟ يا اخي ما عم تشوف ما انك عايش في البلد. بلا بس انت بالنسبه مين بيقدر يقف بوشه لهيدا نصر الله غير السنيوره؟ ما حدا واحد فاشل هيدا نصر الله فاشل وعون ان يكون هون. شو بتقول له للسنيوره؟ الله يكون معه والله يحسه. ونصر الله كشخت ابوه عخروتي روح اياهم. مش العون مش العون يعني ايه بيقدر يروح؟ ما بعرف يمكن امه مكيالية هيدا ما بعرف. لا لا اخو منيوكي لانه عملنا حربين عباسية، حرب التحرير وحرب الالغاء، وخرب المناطق المسيحية خربها. وهلا بده يعمل حرب ليعمل رئيس جمهورية، وراح بشوف راس ايري وما بيعمل رئيس جمهورية. برايك الحريري شو عمل؟ يا اخي شو انا اعمل لك بلد؟ شو عمل الحريري يا بابا؟ بدي احكي لك شو عمل 20 سنه هلا بهالتكه؟ يعني اهم انجازات شو عمل؟ عمر بيروت شو عمل؟ عمر كل شيء طبعا. والعمله يا سبعت في ليره لبنانيه الى نصف قيمه من ورا الحريري. شو بتقول للي قتلوه؟ اخوات شرموطه للي قتلوه مجرمين. هون اسرائيليه مش نحن والحريري اسرائيليه. بيتموا العالم بالاسرائيليه هن هيدا نصر لاكبر اسرائيلي متفق معهم. قدروا يحققوا هدفهم برايك اللي قتلوه او لا؟ اه شغله رفيق الحريري بعده مستمر برايك هدف رفيق الحريري او قدروا يقتلوه الحلم تبعه او السنيوره بعده؟ لا لا شغله بكفي لان احنا معنا العذراء بتدعوسهم كلهم. العذراء ملكة السلام بتدعوسهم كلهم. إلو من 1400 سنة بدهم يرقعوا لبنان ما عم يقدروا. 1400 سنة من وقت ما اجى النبي محمد بدهم يرقعوا لبنان ما بيقدروا. شو بتقول كلمة واحدة؟ كلمة واحدة الله يخلينا سيدة السلام سيدة حريصة هي حافظة لبنان. وهيدي مع الحريري هي. العذراء مع الحريري. اوعى اوعى. ليه بتقول العذراء مع الحريري؟ لأنه آدمي. الحريري آدمي. وهيدا اللي هيدا شو اسمه؟ مثل ما قلت لك ما عشنا مثل السنيورة رجل دولة العالم كله ركعت له برا. ما عشنا مثله ولا بيش مثله.